الأطفال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فبين الله عز وجل سبحانه وتعالى أن هذا الزواج آية من آياته، هذا التسلسل البشري الذي لم ينقطع آية من آياته. هذه الآية تتكلم عن الله عز وجل، تتكلم عن الأسرة، ذكر الله عز وجل يثبت وجوده وحدانيته، تكلم عن الليل والنهار كلها آيات مشاهدة، تكلم عن الشمس والجبال والأمطار كلها آيات مشاهدة. كذلك أشار الله عز وجل إلا هذا التزاوج وهذا التناسل لم ينقطع من آدم إلى يومه، وهذا آية من آياته. هذا الإنسان وهذا التناسل وهذا التزاوج آية من آياته، وجعل الله عز وجل هذه الآية ليس فقط إثبات وحدانيته وهو الذي يستحق العبودية سبحانه وتعالى، وإنما بين الله عز وجل من هي الأسرة في هذه الآية. قال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ما هو منهج الأسرة؟ قال وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فذكر الله عز وجل السكينة، قال ومن أراد أن يحقق السكينة في هذا الزواج، من أراد أن يحقق السعادة والاستقرار في هذا الزواج فعليه بالمودة والرحمة. هذه معادلة واضحة لا تحتاج خبرات ودورات، وإنما ذكر الله عز وجل قال اصنع وأوجد وأخلق في بيتك المودة والرحمة تستقر حياتك الزوجية. ولذلك البيت المفيه مودة ورحمة هذا البيت مستقر، يحبون بعض، يقدرون بعض، يحترمون بعض، يهتمون لبعض، فتراهم حياتهم مستقرة. البيت خالي من المودة والرحمة وإن كان قصر فهو بيت جحيم شقاق. ولذلك أساس السكينة استقرار المودة والرحمة. هذه المودة والرحمة تأتي بالتقدير بين الطرفين، تأتي بالاحترام بين الطرفين والاهتمام بين الطرفين وإشعار الطرف الثاني بالمودة. وكذلك كما بين النبي عليه الصلاة والسلام وإعطاء الحقوق وإعطى كل ذي حق حقه، فإذا الإنسان خذ حقه فاستقرت حياة الزوجية. كذلك التحمل المسؤولية، إنسان دخل في حياتي لابد هذا البرنامج يتغير، لابد أتحمل مسؤوليته. كذلك أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض الأمور لتجلب الاستقرار، ومنها بين النبي عليه الصلاة والسلام الرفق ما وضع في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله عز وجل بضم خير أدخل عليهم الرفق. من الأمور التجرب الاستقرار التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام قال والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة صدقة، ما بالك من الزوجين، ما بالك من الأسرة، هناك كلام طيب فالكل يستفيد من هذا الكلام الطيب، استقرار نفسي استقرار أسري. أسأل الله عز وجل أن يلف بين قلوبهم ونعينهم على خير، واجعل هذا الزواج مبارك ويرزقكم الذرية الطيبة الصالحة واجعل حياتهم حياة سعيدة مستقرة يا رب العالمين. الرحمن قل لموسى محمد الخطمازي زوجتك ابنتي وموكلتي نور عبد الرحمن محمد مبارك عبد الله راشد على الصلاة المذكور على سنة الله ورسوله. موسى قبلت الزواج من ابنتك وموكلتي نور عبد الرحمن مبارك عبد الله راشد
على الصلاه المذكور على الصلاه على سنه الله ورسوله بن مبارك بارك الله فيك.